السلام عليكم، حاب يكون في واحد اللايف جديد ديال باغلو اوتو مع موتور بوايما. هذا اللايف هذا عاد غنهضر واحد الموضوع ديال نبداو بالاول واحد الموضوع، من بعد عاوتاني غنبداو نجاوبوا على الاسئله ديالكم. طبعا ما تنساوش يعني انكم تطرحوا الاسئله ديالكم كما كانت عندها علاقه بعالم السيارات. طبعا يعني كل ما هو عنده علاقه بعالم السيارات، يعني الثمن، الطوموبيل، شنو المشاكل اللي فيها، يعني واش شي حاجه باقيه اللي غتخرج في المستقبل، الضوء، الماء، اي حاجه عندها علاقه بالطوموبيلات. طبعا ما تنساوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو هذا اللايف هذا الماكسيموم باش يوصل بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس هما تيستافدوا تاهو معنا في هذه الوقيته هذه. اول موضوع غنبدا نهضر به هو الاول، هو الموضوع اللي بحال قلت تطرح لي هذا السؤال، طرح لي خصوصا هذا تقريبا 15 يوم كيتطرح بزاف وكيتعاود وكيتعاود وكيتعاود، هو الموضوع ديال جولف 8، فولكس فاجن جولف 8 ولا جولف 8 مع سيات ليون الاخرانيه، حيت تقريبا خرجت تقريبا قد قد وهما تقريبا في نفس الثمن، وماشي المهم في نفس الكاتيجوري ولكن ماشي تقريبا نفس الثمن، كاين شويه فرق شويه بيناتهم في الثمن، بحال الجولف شويه زايده في الثمن لان زادتني زايده في لي زوبسيون وزايده بزاف الاشياء. وبزاف ديال الناس كيسولني على الثمن، امتى غتبان في المغرب، واش مزيانه، شنو اللي فيها بحال اللي قلتي، شنو فيها اللي مزيان، شكون اللي مزيانه فيهم، كلشي هادشي غادي نناقشوه دابا وغادي نشوفو. اول حاجه غادي نقولها هو اللي يعني اللي حنا باش نعرفوا بعدا اصلا سيات ولا الجولف هما اصلا طون يعني تقريبا اللي بحال بحال كلهم تحت يعني الشركه ديال فولكس فاجن، يعني الفاج كلهم تحت الشركه، يعني شركه واحده، نفس الموتور، نفس تقريبا كل شيء. الجولف طبعا هي قدم بزاف من ليون وعندها تاريخ ديالها، عندها يعني واحد بحال قلتي يعني المهم تاريخ ديالها كبير وقديم، والناس يعني بحال قلتي مشهوره عند الناس اكثر من ليون وكثر هذا، هذا عنده واحد الافونتاج اللي تيما تيكون عندها المبيعات ديالها عاليين على ليون، ولكن ليون ديما كتتغلب كمثال الجولف فاش في الجهه ديال الناس الشبابيين او لا، ماشي معناه ان الجولف ما كيشريوهاش الناس اللي شبابيين وداك الشيء ولكن حتى هما تيشريوهم، ولكن بحال قلتي الديزاين ديال السيات بحال قلتي كتلبي بزاف الرغبات ديال الناس اللي يعني بحال قلتي بغاو شحال سبور او عندهم بحال قلتي ديك الروح الشبابيه، ما تيهمش العمر حيت العمر ما كان امتى امشى راه بلعب شحال العمر، حيت انا عارف راسي باقي غتكون عندي واحد 130 سنه باقي غادي ندير انا غاتكون عندي واحد العمر كبير وباقي مع ذلك غادي نبغي ناخذ طوموبيل رياضيه. كنقول المهم حاليا كنقول هكا. المهم هذا الاشياء. بالنسبه لعتني اليوم، اليوم كمي بحال قلت هي خدات واحد التوجه ديالها هو جهه السبور، يعني كيف جهه السبور هذه القضيه كتسمعني كنهضر عليها بزاف، السبور ومتعه القياده، لانها بحال قلتي هو بحال قلتي واحد النيتش، يعني بحال قلتي خاص بواحد النوع من الناس. للاسف الشديد هذاك النيتش ما كيوافقش جميع الناس، يعني بحال قلتي ماشي كلشي الناس يبغاو شحال سبور، قاصحه في لي زومونتيسور، قاصحه في الطريق، كاين الناس اللي عندهم مشكل ديال الظهر رغم انهم صغار في العمر بزاف، منهم انا كان عندي مشكل ديال الظهر. بحال قلتي يعني الطوموبيلات بحال هذوك هذوك النوع من الطوموبيلات في المسافات الطويله كيأثروا او حتى في وسط المدينه، يعني بحال قلتي غير انك تسوقها لمده ديال ساعه او لا شي حاجه بحال هكا وسط المدينه قاصح شويه، خصوصا الا كان دودرات بزاف او لا شي حاجه. بالنسبه للجولف العكس تماما ديالها، الجولف هي كتمتع بواحد الفخامه جدا، يعني بحال قلتي فخمه في الركبه، هي سهله خصوصا دابا هاد الجولف ويد دابا جديده دايرين فيها بزاف ديال لي مود، مود سبور، مود كونفور، هذا خصوصا حتى في المود كونفور مود السرعه ديالها كيوليو رائعين جدا وكيوليو بحال قلتي يعني كيقبلوا انهم يمتصوا الصدمات بزاف، و بحال يعني ممكن كيعطيك واحد المتعه ديال القياده، وحتى في المدينه كتولي عندنا الفولو خفيفه، حتى سيات اليوم تايفا نفس الدوك تايفا لي مود، ولكن ماشي بحال ماشي بحال، واخا هما نفس السيستم نفس التكنولوجي ماشي بحال، حيت عاوتاني بحال قلت كيما قلت لك كل واحد التوجه ديالو، يعني كل واحد اللي كطيح في واحد المنطقه ديال اللي عنده هو القوه ديالها والتخصص ديالها، وبحال قلت الطريقه باش كيبيعوها، يعني بحال قلت تما كتفوق واحد الطوموبيل على واحد الطوموبيل اخرى، وكتعتبر ملي كتجي الجهه اخرى الطوموبيل الاخرى كتفوق، يعني كيبقى هو الاختيار ديالك انت الشخصي، يعني بحال قلت كتبقى مساله شخصيه، ما يمكنش نقول لك لا انا هادي احسن من هادي ولا احسن من هادي، حيت غيكون تخربق، واي واحد قال لك لا راه الطوموبيل احسن من هاد الطوموبيل راه غير كيخربق. علاش؟ لان بحال قلتي ماشي نفس نفس، حيت ماشي هما نفس الطوموبيل، يعني بحال قلتي كيهتموا بجوج بواحد نفس المجال، ممكن تقارن واحد الطوموبيل اللي بحال قلتي بحال بجوجهم قال لك حنا طوموبيلات سبور وعائليين كمثال، غادي تقارن بينهم، واحد يقول لك حنا شوف حنا كنهتموا بالكونفور وعائليين وديال المدينه، غادي تقارن، هذيك ممكن تقول هذه احسن في هذه المزايا وهذه زايده شويه على هذه في المزايا، ولكن مع ذلك كيبقى توجه شخصي. بالنسبه لي انا شخصيا يعني شخصيا بين قوسين صراحه باقي ما سكتهمش، حيت انا دابا واحد القضيه ما غنحكمش على شي طوموبيل، باقي ما سكتهاش خصني تنسوقها، وكنقول بانه راه سميتو غنقول بانه راه ضروري بحال قلتي يعني تنسوقها، المهم فهمتي، الا ما سكتهاش ما غنحكمش،
بحال قلتي دابا معتمدين على كلام ديال لي جورناليست، يعني اللي جات تيستاوها ماشي ديال الشركه، يعني ديال الناس اللي مستقلين بحال قلتي، يعني ما عندهمش واحد الميول ديال الشركه باش يبداو يشكروا شي حاجه غير هكاك. كيقولوا فعلا بان راه سيات ليون سبور، وفعلا بان الجولف راه بحال قلتي كونفور، يعني الجولف هي ديال الطوموبيل تقطع بها المسافات الطويله، وسيات ليون هي ديال الطوموبيل تقدر تقطع فيها المسافات بحال قلتي بمتعه اكثر فقط. والجولف عاوتاني زايده في لي زوبسيون، طبعا غادي تكون زايده في الثمن. بالنسبه للثمن صراحه ما عنديش فكره انا في المغرب بالضبط، لان بحال قلتي باقي ما خرجوش الاثمنه، ولكن في الغالب ممكن كما قلت لك الجولف غادي تكون غاليه، غادي تكون في الغالب الجولف كتبدا من ديك 28 بحال تنقدر انا تكون 28 تقديرات خاصه فقط 28 حتى غادي تقرر تنظن هذا الجولف ويتا دي دخلوا جميع لي فيرسيون فيها من غير جي تي دي، ما كنهضرش كاع على جي تي دي، كنهضر على الفيرسيون العاديه يعني 2.0 تي دي اي 1.6، كنظن غتقرب لديك 38 40 لان فيها بزاف ديال لي زوبسيون رائعين بزاف وزوينين، والتكنولوجيا اللي جديده بزاف ورائعه، عاد داكشي ديال السيفتي يعني بحال قلتي داكشي لي زوبسيون ديال الامان اللي فيها تا هما كثار بزاف ورائعين. هذه صراحه هذا هو الافونتاج ديال الجولف عاوتاني انهم لي زوبسيون وبزاف. بالنسبه لسيات ليون، سيات ليون حتى هي فيها لي زوبسيون، حتى هذه سيات ليون كنظن غادي تكون غاليه شويه على الثمن ديال الاخرى، كنظن فقط تبقى الشكوك ديالي، لان دابا اغلبيه الطلبات علاش كنقول تيزاد الثمن، تمام ماشي تيزاد غير هكاك، الثمن كيتزاد حيت الطوموبيل كيتزاد فيها بزاف ديال لي زوبسيون، بزاف ديال التكنولوجي، بزاف ديال المعايير بحال قلتي اللي كتفرض الدول ولا بحال الدول والجمعيات وداك الشيء على اصحاب الشركات باش يديروهم. كان مثال بحال في الاول كانوا الطوموبيلات اللي ما فيهمش او اس بي ولا ابي اس كانوا رخاص، علاش بحال قلتي مليون ديال الاب اس ناقص مليون ديال الاو اس بي ولا جوج مليون ديال الاو اس بي ناقصه، ملي كان مثال فرضتها عليهم بحال دابا كان مثال الداسيا لو دخلتها بين قوسين الاو اس بي اجباري في المغرب، طبعا الثمن ديال زاد، يعني الفيرسون اللي غتاخذ فيها او اس بي غتكون زادها مليون ولا جوج، ماشي حيت بغاو يغليوها عليك فقط، لان فعلا داك الثمن ديال هذاك بحال قلتي الثمن باش الماتيريال باش يتقاد وباش يتباع ليهم وداك الشيء راه غالي بزاف كاش كيزيد الثمن. كذلك بالنسبه للجولف او السيات، علاش الجولف عاوتاني زايده بزاف؟ لان فعلا التكنولوجيا فيها زايده اكثر من السيات، يعني بحال قلتي غير الا بغيتي التكنولوجيا اكثر كتمشي للجولف، ما بغيتيش كتاخذ السيات حتى هي كتمتعك حتى هي في القياده وكتقضي جميع الاغراض. بالنسبه للديزاين باش نقول لك داكشي كيبقى شخصي انا صراحه الجول خصني نشوفه مباشره قدام عينيا، حيت الديزاين ديما في الانترنيت ديما كيخدع، لان كاين بزاف بزاف ديال الطوموبيلات كنت نشوف في الانترنت وما كنحملهمش كنقول لا، وكان لدرجه يعني بحال قلتي السذاجه ديالي نقول كنمشي كنتناقش مع ناس اخرين كنقول لهم لا 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 عيانه كتبان عيانه صافي صافي، ولكن اوتوماتيك كنشوف في الواقع كتصدم كتقول ما يمكنش هذه الطوموبيل كنشوف في الانترنت ما يمكنش، يعني حيت كيبان لك ابعاد، حيت اللي كتشوف في الانترنت كتشوف غير داكشي الدو دي ماشي طروات دي، ديما الاشياء اللي كتبان طروات دي كتبان على حقيقتها، يعني كيبان لك داك الابعاد ديالها اللي ما كيبانوش، يعني بحال قلتي ما كيبانوش في التصاور، يعني ما كيخرجش داك التصاور، يعني بحال داك الانحناءات داك الباب كيفاش خارج ديك الشنطه، يعني كيفاش جامع داك الهيكل، يعني رغم داكشي داك الشيء داك الناس اللي كيحكموا غير التصاور انا ما كنديش عليهم ما تنديش عليهم ما كنديش على هضرتهم، خصني نشوفهم مباشره امامي وغنشوف ديك الساعات. بالنسبه لي السيات يعني الا نرجعوا نهضروا على كاميرا التصاور، كتب لي السيات زوينه والجولف ويت حتى هي رائعه، ولكن في الفيرسيون توت اوبسيون، في الفيرسيون ديال الخاويات ما فاش كتخلعني واحد شويه بحال قلتي الجولف على مقارنه بالسيات، لان يعني دوك البولات اللي حيدناهم وداك الشيء، ولكن ما عرفتش. هذا بالنسبه يعني للناس اللي كيسولوني واش الجولف ويت وهذا امتى غادي يبانو، هذا هو السؤال اللي مهم، امتى غادي يبانو؟ المهم على حسب ما سولت انايا، يعني ما سولتش شي اميزون هنايا ولا شي حاجه، يعني بحال قلتي الروشير ديالي ومع ناس اخرين كنعرفهم يعني عندهم علاقه بالمجال، قالوا لي كما كانتش يعني بحال قلتي هذا يعني الاشكال اللي كنعيشوه دابايا كانت غادي تكون في 9 10 بحال هكا غادي تكون، يعني غيكونوا ستوكات خوا وغيدخلوا الجديد غادي تبان، خصوصا بالنسبه للسيارات. اما دابا على الاقل على الاقل لان يعني خرجوا الناس من هذه الازمه هذه دغيا، ودغيا مشاو شراو بزاف، يعني بزاف ديال الناس راهو ستوك وخواه راه بالزربه غتبان، يعني وقت ما خوا داك الستوك اللي عامر دابا راه بالزربه غادي يدير. وكاين واحد العامل اخر عاوتاني ممكن يعطل عاوتاني هو البيع، هو الا شي دوله بحال قلتي تحتاج ضروري انها دير الطوموبيل الجديده، الطوموبيل القديمه مابقاش كتباع عندها، تقدر تجي تخوي الستوك ديالها عندنا في المغرب، لهذا غادي يجعل لنا عاوتاني الطوموبيل انها تعطل بزاف ما تبانش عندنا. دابا نشوفوا الاسئله ديالكم طبعا لانهم كيبان لي كثار وهذا الشيء مزيان، نحاول نجاوب على اقصى ما يمكن. طبعا انا كنعاود نذكركم عاوتاني باش انكم ديروا بارطاج وديروا لايك لهذا اللايف وديروا لايك حتى لاباج ديالنا، وديروا حتى الانستغرام، عندنا انستغرام موتور فايما يوتيوب لينكدين كلشي كاين، تما ديروا لايك باش تتابعوا جميع الاخبار ديالنا، لان كل حاجه كنرميوها في يعني بحال قلتي في البلاصه ديالها. اذا نشوفوا السؤال الاول،
سي اديل فوتر افيس بور ولا سور هيونداي اي 40 هيونداي 40 صراحه طوموبيل الله يعمرها دار كتعجبني انا شخصيا، يعني من الطوموبيلات اللي من نهار خرجوا ومن نهار هما يعني واعرين في الديزاين ديالهم، خصوصا داك الاول وقيته فاش خرجوا كانوا يعني بحال قلتي كيبانوا شي حاجه فخمه، وكنت اعتقد انا انها كانت شي حاجه غلا من داك الثمن ديال، يعني تصدمت ملي سمعت انها كانت دير ديك الساعه تقريبا كانت تبدا بشي 24 مليون وكتسالي بشي 34 ولا شي حاجه توت اوبسيون ولا 32 توت اوبسيون. المهم يعني المهم طوموبيل رائعه جدا، حتى لي زوبسيون كانوا فيها رائعه، خصوصا ديك الوقت فاش خرجت كانوا فيها زوبسيون بزاف، بحال ديك كمثال كت يعني بحال كنتي كتبلاصي راسها براسها، يعني طوموبيلات الاولين اللي كانوا رخاص داروا هذه القضيه هذه. المهم فيها بزاف ديال زوبسيون، زائد انها كبيره بزاف، الكوفر كبير وصحيحه والموتور تخي فيابل، وبس زوينه انها كبيره بزاف في الحجم، والورق الورق رخاص وحتى الكونسوماسيون ديالها مزيانه. نشوف سؤال اخر عاوتاني، حمزه ايزين سي حمزه بون فواتير ديزل باج بي جي 13 مليون ولا 130 الف درهم. طوموبيل ديزل 130 الف درهم ولا 13 مليون، احسن طوموبيل ممكن تشوف بهذا الثمن هذا في نظري انايا هي هيونداي اي 30 ولا جولف 6. إذا كنتي قاد على جولف 6 ويشوفو من الأحسن، ما كنتيش قاد قلب على 1.6 سي شوفو، تكون ديوانة تكون الموديل شوية طالع بحال 2011 تقريبا بحال هكاك، غادي تكون زوينة وعامرة بلي زوبسيون. يمكن لك تدخل طبعا الموتور بو ايما وتشوف يعني في السيت بحال ديرهم هادو باش يبانو لك، وشوف حاجة أخرى عاوتاني ممكن دير كمثال بحال فاش تروح شيرشي كمثال في موتور بو ايما، ما ديرش ب 13 مليون وشوف يطلع لك، دير بحال 14 حيت كاين الناس اللي غيحطو ب 14 ولكن هما في الآخر يقدروا يبيعوا لك ب 12 ونص. يعني داير واحد النصيحه يعني اللي كان كنستخدموها باش نقلب انا على الطوموبيل ديالي، وصحاب كتصدق حيت شحال من واحد كيزيد في الثمن، حيت شحال من واحد كيمشي ديك العقليه غنحط واحد الثمن في السيت زايد باش الا هضروا معايا غادي يعطيوني، حيت فعلا كاين بزاف ديال الناس كيحطوا طوموبيلات في السيت كتحط 15 مليون ولا شي حاجه بحال هكا، كيتصل بيا يقول يعطيك فيها 10. طبعا كاين هذه القضيه هذه، اذا دخل الموتور بو ايما وشوف دير 14 بين 14 و 12 مليون وشوف الطوموبيل اللي كاين تما، قلب ضغط على جولف 6 هيونداي اي 30 حتى فورد فوكس، قلب على سبور ولا تيتانيوم، فيرسيون سبور ولا فيرسيون تيتانيوم، حتى رونو ميغان جي تي صراحه واعر، يعني رونو ميغان جي تي فيرسيون جي تي واعره بزاف، خصها لقيت شي بوس اديشن ولا شي حاجه توب. سؤال اخر سي يونس، سلام خويا، داسيا لوغان 2018 توبسيون 32 ألف كيلومتر بعشرات المليون و 60 ألف ريال، واش مزيانة أخويا؟ توتوبسيون 32 ألف كيلومتر 2018 صراحة مزيان، يعني تقريبا خلال عامين ضربة 32 ألف كيلومتر ما ضربش بزاف، كنظن باقا في الكارانتي، إلا كانت باقا في الكارانتي ممكن تعطيه داك الثمن، يعني بحال قلتي زوين أولا تنقص ليه واحد شوية. ما كانش في الكارونتي خصك تعرف علاش، يعني بحال علاش ما دارش الكارونتي، واش ما قدرش يدير الفيدونج في لا ميزون جا غالي اولا كان فيها شي بروبليم اللي خلى، يعني بحال قلتي خصو يعطيك سبب مقنع، وطبعا داك السبب بحال قلتي درسو دار الماك وشوف واش يعني بحال قلتي مقنع فعلا ولا، حيت صعيب شويه الطوموبيل 30000 كيلومتر وداير، خصوصا بقى لها عام تقريبا وتخرج من الكارونتي، ولكن مع ذلك حيت الطوموبيل بقى حساسه حيت ما كنعرفوش بالضبط الناس شنو دار. المهم في نظري انايا الثمن زوين ما ينقص ليه واحد شويه. نشوفوا سؤال اخر عاوتاني، سي الياس فيات بونتو واش تحبسات؟ صراحه ما عنديش فكره، حيت يلاه شي ناس خرجوها في لامي من لا ميزون قبل من ما طرا هاد، يعني بحال قلتي هاد الكورونا اللي يعني حبستنا حنايا، كنت عارف ناس عندهم لوكاسيون خرجوها في الاول خرجوا شارجوج خرجوها من لا ميزون خرجوا تقريبا شي 10، ما عرفتش هو بالك ولا خدينا، حيت سمعت انا راه حبست حتى فاجئوني هما بانها راه خرجت، يعني الله اعلم واش هذوك هما الاخرين واش كيخويو ستوك، كنظن كيخويو غير ستوك ما بقاتش غادي تخرج عاوتاني. شوف سؤال اخر عاوتاني، سي عمر، بي ام دبليو اكس 5 موديل 2011 ديوان 2014 شنو بان لك فيها خويا وشحال تكون دايره؟ وي بي ام دبليو اكس 5 طبعا طوموبيل اللي 4 كات سبور رائع جدا، شاده في الطريق مزيان، تقريبا من احسن لي 4 كات من غير بورش كاين، هي اللي فايته واحد شويه اللي شاد، يعني بحال قلتي ما فيهم واحد المتعه ديال القياده بحال سيك طوموبيلات صغار، يعني رغم ان الحجم ديالها كبير بزاف وكبيره وكبيره وكاين فيها كاع فيرسيون 7 بلاص،
ولكن بحال قلتي شاده في الطريق بزاف، الا سكتها كتحس براسك بحال يعني مجموعه عليك يعني صغيره، كتحس براسك بحال تقدر تدخل بلايص ضيقين يعني، ماشي بحال شي طوموبيلات اخرين كتحس بهم بانها راها كبيره بزاف، كتحس بحال رينج روفر سبور ولا شي حاجه بحال هكا، كتحس بها يعني فعلا طوموبيل كبيره بزاف، وكتحس بها بحال كتخاف رغم انها ما كبيراش لذاك النيفو، ولكن شي مرات كتخاف تبقى تقيسها هذا وهذا. الاخرى لا، الاخرى كانت الاكس 5 كمثال ولا بورش كاين كيخدعوك، كتحس براسك الطوموبيل ضيقه وغدوز. بالنسبه ل 2011 صراحة موديل زوين خصوصا ديوانة يعني راه توب. إلا لقيتي ولكن هادي خاص ما عرفتش بالضبط واش 30 دي ولا 40 دي، 40 دي هي الطوب كاع فيهم، الكونسوماسيون مع 30 دي و 40 دي راه تقريبا بحال حتى 35 دي راه كاينة. 35 دي في 2011 ما كانش كاين 40 دي في 2011، المهم ما لقيتش، المهم 35 دي حيت راه بدلوا السمية في الفيس ليفت. بالنسبة للثمن اكس 5 صراحة طاحوا شوية في الثمن بزاف مؤخرا، كانت وحده شفت وحده 2011 ولكن ما كنتش عاقل واش ديوانه ولا ماشي ديوانه، مولاها كانت تطلب فيها 18 مليون وتوتوبسيون، كانت توتوبسيون بحال هذاك الثمن بحال قلتي 18 20 22 ماكسيمو على حساب لي زوبسيون اللي فيها، وحتى النقا ديالها عاوتاني الحاله ديالها يعني الطوموبيل حساسين شويه، وشحال من كلمه هاد الاربعه عاوتاني خصك تعرف شحال من كلمه هاد الاربعه عاوتاني. شوف سؤال اخر، سي امين السلام خويا، اش بان لك فورد فيوجن 2017؟ فورد فيوجن او لا فورد مونديو سابقا، طوموبيل رائعه جدا للاسف الشديد، ماشي ما تمشيتش في المغرب مزيان، تمشات يعني ما كايناش بديك بحال قلتي يعني بحال في نظري انا كنقول الطوموبيل واعره بزاف احسن حتى من الباسات او حتى هوندا اكورد. علاش؟ لانها شاده في الطريق مزيان، لي زوبسيون اللي فيها زوينين، ديزاين واعر بزاف، ديزاين هو ديال استون مارتن، طبعا استون مارتن يعني شركه لي سوبر كار يعني رائعه جدا، وداك القدام ديالها راه بحال ديال استون مارتن يعني، راه داك الشكل نفس اللي كيدير ديزاين استون مارتن هو اللي دار ديزاين الفورد فيوجن، صراحه ديزاين رائع بزاف و واعر، وزايد راه طوموبيل صحيحه بزاف وكبيره. كنظن توقع الله فيها، وكاين فيها مطر بزاف، حتى مطر زوينين، كاين فيها 150 شوفو 180 شوفو، يعني طوموبيل رائعه جدا. سي محمد خويا هضر لينا على هيونداي سونتا في 2019، هيونداي سونتا في 2019، سونتا في 2019 طوموبيل تري فيابل، كونفور في الطريق، المشكل ديالها الكونسوماسيون شويه زايده مقارنه بالمنافسين بحال تويوتا رافكات او لا، خصوصا بالرافكات حيت رافكات هي اكبر المنافسين ديالها او حتى التيغوان. هذا تقريبا نقدر نقول لك عليها من غير الكونسوماسيون، الكونسوماسيون زايده شي في المدينه، الا كنتي كتجري شويه بها شويه او الزحام بزاف كتطلع ديك 7 ونص 8 شي مرات كتوصل ل 9 على حسب عاوتاني كيفاش كتسوق انت، عاوتاني كيلعب دور كبير. هذا هو الديفو الوحيد اللي كاين في هوندا سنتر، كل شيء الاخر فيها طوب واعره، والديزاين طبعا راه واعر، الاسباس رائع جدا يعني واسعه وكبيره. كنعاود نذكركم عاوتاني انكم ديروا بارطاج وديروا لايك اللايف ديالنا طبعا، وتبارطاجوه الماكسيموم باش يوصل لجميع الناس، علاش لا، وديروا لايك ديروا تفالونا في انستغرام وفي يوتيوب، علاش لا حتى هو. سؤال اخر خويا، فيها موتور ديال فاروميو 157 وفيها ديفو ديال البومبات الزيت كلها، واخا سي جواد، موتور الفا روميو فيه ديفو ديال البومبا ديال الزيت كتاكل اليوم الموتور غير بعاد، لا شو واحد تيجاوب شي واحد اخر هنايا، اوكي. سي سمير سلام، مرسيدس دبل في 204 2007 ديوانا، طوموبيل زوينه غير توكل على الله، مرسيدس خصها تكون هي السي 220، انا كنقول ديما السي 220 هي الطوب، لان هي اللي فيها بحال قلت القوه اللي كافيه، هي اللي معروفه في العقليه ديالنا، وبحال قلتي مندمجه، كاين الناس اللي ما كيفهموش نهائيا في الطوموبيلات وكتقول لي السي 220 كيعرف ديريكت بانها مرسيدس بلا ما تقول لك كلمه مرسيدس حتى حاجه، كتقول السي 220 كيعرفها ديريكت، حتى قلتي لي السي كلاس بحال قلتي العقليه ديالو كتمشي مع السي 220، من الافضل انها تكون السي 220، وديما راه طبعا راه الطوب، خذ باك اي ام جي وشي وحده تكون افونتكارد يكون من الافضل. إليغانس زوينين شوية ولكن ما كيشدوش الثمن، راه بداو تيطيحوا في الثمن بزاف، دابا راه كاين شي وحدات اللي وصلوا 11 مليون باش تباعو، خصوصا ماشي ديوانة و إليغانس. نشوف سؤال آخر، خويا بغيت ناخد طوموبيل وحرت بين اي 30 ميغان 4 باش كتنصحني؟ حرت ما بين اي 30 وميجا 4،
صراحة بجوج زوينين، ما عندكش تحير. النصيحة اللي نقول لك انايا هو انك تمشي لا ميزون او لا تطلب تيست درايف، راه كاين واحد الابليكاسيون دابا تنقدوها احنا في موتور بوايما ديال تيست درايف، باش نديروا لكم تيست درايف ديالكم، يجي عندك الطوموبيل حتى للدار او تجي عندك حتى للخدمة ودير لها التيست. بحال قلتي تسوقها، تسوق الميغان، تسوق الاترونت، يعني في يعني بحال قلتي بلا ما تحتاج تمشي لا ميزون بعيدة عليك ولا هذا، يعني تجي عندك الطوموبيل حتى للدار. طبعا كتدخل المعلومات ديالك وداكشي في الموقع، الموقع هو تيست درايف فورمون، ومن بعد ديك الساعات غتجي عندك طبعا الطوموبيل وجربهم، حيت انا بجوجهم كيعجبوني وبجوجهم واعرين وبجوجهم فهمت دي فوات، يعني كيبقى بحال لا قلتي شوف غير انت اللي ارتحتي فيها واحد شويه، واش عجبك الفولون الشكل ديالو كاين كاين وهذا على مع الاترونت ولا على الميغان. الاترونت واحد شويه كونفور، واحد شويه على الميغان، ميغان عاوتاني البياس ديالها رخص بزاف، يعني بحال قلتي واحد لافونتاجات اللي بساط كاينين هما اللي كيخليو بحال اللي قلتي الطوموبيل زي الطوموبيل، ولكن داكشي كيبقى شخصي. هي المهم واش شي وحده فيهم المشاكل؟ لا. واش شي وحده فيهم عيانه ولا ثقيله في البيع؟ لا. بجوج يمشي يتباعوا بنفس السرعه كما قلت لك، دير لهم تيست درايف وديك الساعه تعرف بالضبط شنو بغيتي سوق، ها شوف نيت كيدير قلبك غيعطيك، ماشي تشري ديريكت هكاك النيشان. سي ايوب الثمن اخي توارك 2018 ضربه 110000 كيلومتر، فين وصلوا في عامين ضربوا 120000 كيلومتر، شويه صراحه بزاف، خصوصا التوارك هي طوموبيل صحيحه ماشي ما صحيحاش، ولكن ديجي التوارك من الطوموبيلات اللي عندهم اوراق كبار بزاف، ومن الطوموبيلات اللي كيفقدوا القيمه ديالهم بالزربه في السوق، لان كاين طوموبيلات دابا اللي عندهم 2017 يعني في 3 سنين كاين اللي كتمشي فيها حتى 30 مليون غير هكاك، يعني كيشريها مولا ب 50 وكيبيعها ب 20 18، يعني بزاف راه 20 30 مليون تمشي لك راه ماشي سهله. داك الشيء بحال هذه عاوتاني تلقى كما تقدر تشري ب 18 ولا 20 ولا 22 كاع، ولكن في اللي غتبغي تبيع اللي غتبغي تبيعها ما غاش يبغي اول شيء عندك تحت، لان طبعا انت غضرب بها الكيلومترات غتوصلها 180، وكاين الناس كيخافوا بزاف من هذو اللي كانوا ضاربين الكيلومترات بزاف، لان يعني البياس ديالهم غالي بزاف. يعني بحال قلتي غير الفكره ديالته كتخلع انه البياس راه غالي. كاش كنصحك 2018 ضرب 110000 كيلومتر بلا ما تاخذها، سير شوف اي 2018 اخرى، كنظن انا في هذه 2018 علاش ما تمشيش تقلب على الموديل الجديد، قلب على اللي ضربه الكيلومتراج قل في اقل عدد ديال السنوات. هذا هو اللي نقول لك، يعني بحال شي وحده ضربه 110000 كيلومتر بحال كيمتها في 6 سنين راه احسن من هذه 2018 ضربها في عامين. كنعاود نذكركم عاوتاني باش تبارطاجيو اللايف، بارطاجيو الماكسيموم الماكسيموم، بارطاجيو اللايف عاوتاني الماكسيموم وديروا لايك. سؤال اخر عاوتاني سي سمير، السلام عليكم، ممكن معلومات على فيات فيرمونت؟ الله يجازيك بخير. فيات فيرمونت هي الكات كات ديال فيات، مع واحد الفيرسيون ديال الدوج، يعني خدا واحد الفيرسيون ديال الدوج ربطوها وداروا لها اللوغو ديال فيات، راه كاين تتباع في امريكان بزاف. طوموبيله صحيحه بزاف واعره، فيها شويه المشاكل الالكترونيك ولكن ماشي شي حاجه اللي كراف، غير هي ما معروفاش عندنا حنا في المغرب بزاف. البياس ماشي قليل، هو غالي ولكن ماشي قليل، ولكن ممكن بحال قلتي ممكن تطيح في مشاكل فيه، خصوصا ما كنتيش شي مدينه كبيره، يعني ما كنتيش في بحال في كازا بالضبط او طنجة ولا شي مدينه كبيره نيت، اولا عندك شي واحد اللي يدبر لك على البياس من هاد البلايص غادي تلقى مشاكل فيهم، لان عرفت الناس عندهم هاد فيات هادي في كانوا في وجازات وكان خسرت لهم هذيك البانيه ديال اليد، ما لقاوهاش الا بالزبعه تقريبا شي شهر ديال التقلاب على واش لقاوها. هذا هو بحال قلت الاشكال ديالها، اما انها من ناحيه صحيحه وفيابل هي فيابل، حيت انا اصلا هي ماشي اوريجينال فيات، هي راه ديال امريكا، يعني طوموبيل بحال قلت سياره امريكيه تصنع على قبل امريكان، كانت تهز اللوغو ديال الدوج. سي نور الدين خويا الكريم، شنو رايك في فورد كوغا 2020؟ فورد كوغا 2020 صراحه طوموبيل واعره، كنا درنا لها تيست في موتور باي ما فاجي نجربو، وسكتات انا شخصيا يعني تقريبا درت بها وسط كازا، صراحه طوموبيل واعره بزاف، واخا يعني عندنا حنا فيرسيون توت اوبسيون، ولكن ما كيعنيش انها يعني حيت تقدر تشوف الشاسي كيفاش كيتعامل معاك وداك الشيء، حيت توت اوبسيون تزيد فيها الموتور كبير فقط، يعني بحال قلتي ديك السرعه ما كتحيدها من الدماغ، وكذا تيستي هكا كنتيستي الطوموبيل انا شي مرات، يعني ماشي تقول كتجري صافي واعره يعني الفيرسيون ديال الخاويه راه عيانه، انما كتشوف كيفاش الطوموبيل كتعامل معاك في الطريق، ما عدا الا سمعتي بان راه ما حد كتزيد في الفيرسيون، ما حد لي زون سسبونسيون كيتبدلوا كمثال بحال في المرسيدس او البي ام لي باك اي ام جي مع الباك نورمال، هذه طبعا ما غاديش تقارن بيناتهم لان الباك نورمال بوحدو وباك اي ام جي بوحدو. انا كنقول الطوموبيل واعره بزاف زوينه، ما عرفناش واش غتدخل كوكا جديده ولا ما غاديش تدخل، يعني بحال قلت هاد المعلومات اللي ممكن تسول عليهم، الا قال لك غتدخل كوكا جديده كنتسنى، تنظن انا كتسنى
وشريها. ولكن كاين واحد القضيه اخرى، حيت شحال من واحد دابا شاف كوكا جديده كاين اللي الشكل ديالو جاوه بحال شي طوموبيل عاديه، يعني في الظل هذه، حيت هذيك كتبان بحال 400%، يعني يمكن تمشي تشري وتوكل على الله. شوف كوكا جديده في الانترنت كي دايره، وشوف واش عجبتك، بغيتي تسناها تسناها، ولكن انت تسول طبعا، سي لا ميزون سول واش كوكا جديده غتدخل المغرب وامتى غتدخل المغرب. واخا كنظن ما غتدخلش قريبا قريبا، غادي تطول، ولا يقدروا يديروا بحال فوكس كات وما يدخلوهاش كاع. ولكن هاد كوكا يعني اللي كاينه دابا طوموبيل رائعه جدا بزاف بزاف. شوف سؤال اخر، ابو عمران سي كات 2010، سيترون سي كات 2010. سي كات 2010 طوموبيل واعره بزاف، الناس كيخافوا منها على قبل الالكترونيك فيها، ولكن هي راه ما فيهاش مشاكل، ما فيها حتى شي حاجه، خصوصا 2010 تقريبا من 2007 السي كات ما تخافش منها، من 2007 والسيترون اون جينيرال من 2007 لدابا 2020 صراحه الله يعمرها دار، صبارين ما فيهمش مشاكل، ما عدا الا كان شي واحد يعني ما كيعرفش يسوق او لا شي حاجه بحال هكايا، تما كيلقى بحال قلتي المشاكل. من غير بحال قلتي، من غير هادشي طوموبيل، من غير هادشي يعني بحال قلتي، يعني ما تاخذش على الاشاعات ديال الناس، غير هو ثقيله واحد شويه في البيع فقط مقارنه ب يعني بطوموبيل اخرى بحال ميغان كات او لا هيونداي اي 30. سي محمد سلام، فوكس فاغن توران 2013 تكون ديوانه بشحال الثمن باش ناخذها؟ وشكرا. فوكس فاغن توران شادين الثمن ديالهم بزاف، لان عندهم الناس ديالهم تقريبا. توران كتجي لنا من السياره العائليه الوحيده اللي بحال قلتي عائليه، ولكن مع ذلك مطلوبه بزاف، حيت نورمالمون في العالم كامل ماشي في المغرب ولا شي حاجه، السيارات العائليه ما مطلوبينش بزاف، غير في امريكان واحد شويه عندهم واحد الطلب ديالهم خاص، ولكن الكات كات غلبوا عليهم. يعني بحال قلتي شحال ما تيقول بيتها العائله كبيره الحجم، بحال قلتي كيف تمشي شركه كات كات، لان الديزاين ديالها شويه زوين مقارنه بالعائله. ولكن الطوران لا، الطوران محطوطه بارقام قياسيه في المغرب، برا المغرب، في الجديد، في القديم، في الاوكازيون، يعني كل شيء محطوطه في الارقام ديالها. صراحه الطوموبيل عمرها دار غير توكل على الله، وموتور 1.6 واعر بزاف، واخا تبان لك الحجم ديالها كبير بزاف، ما تخافش من 1.6 راه موتور واعر. ما عدا فواحد الحاله الا خديتي الطوران الطويله بزاف، حيت كاين واحد الفيرسيون طويله بزاف وفيها 6 بلاص، وطويله بزاف حيت كاين 5 بلاص و 6 بلاص نفس الحاله قلت الحجم، غير الكفر اللي لاعبين عليه. وكاين واحد الفيرسيون اخرى 6 بلاص وطويله شويه، هذيك الفيرسيون الا كتهزني في ري 6 بلاص وكتهز الباكاج ولا شي حاجه كنفضل انا كتاخذ 2.0. الثمن طوران شاد الثمن ديالها بزاف في السوق، تنظن ان بحال 2013 غادي تلقاها ب 15-16 مليون الا بغيتي شي حاجه نقيه. كنعاود نذكركم عاوتاني باش ديروا لايك وبارطاجيو هذا الفيديو، هذا ترجيو هذا اللايف هذا الماكسيموم بوسيبل مع الناس باش يستافدوا اكثر. وتابعونا طبعا في انستغرام، في يوتيوب، لاشين ديال يوتيوب سبسكرايبي وتما. السؤال اخر عاوتاني سي شفيق، السلام عليكم، بغيت الراي في كورف 6 1.6 ديزل ديوانه واش مزيانه، والكونسوماسيون ولي بياس عندي الثمن ثمن 10 حتى 11 مليون شي حاجه نقيه. 10 حتى 11 مليون ممكن تلقى في جولف 6 شي حاجه نقيه، على حسب، ممكن تلقى جولف 6 بلاد يعني بحال قلتي خاويه شويه من لي زوبسيون ب 11 مليون و 1.6 غادي تلقاها. الديوانه شي حاجه عامره بزاف ما نضمنش ان في النقه، ولا غتلقى ضربه الكيلومتر بزاف، يعني ممكن تلقى طوموبيل مهلي فيها ولكن ضربه الكيلومتر بزاف، هذا الكيلومتر ممكن يلعب عليك انت الا بغيتي تضرب انت الكيلومتر بزاف. عاوتاني ممكن انت ما تضربش الكيلومتر بزاف راه مزيانه ليك، خصك عاوتاني تعرف شحال الكيلومتر اللي ممكن تضرب. كاين طوموبيلات اللي بحال هكا ولكن ما تعطيش توقع، بحال قلت مضبوط تقول انا كنمشي للخدمه واحد 50 كيلومتر في النهار صافي، راه ملي كتشري الطوموبيل راه كيبدا يبان واشياء اخرى، راه كنتي كتمشي للخدمه وترجع بليك كنتي كتمشي كامل بالطاكسي او لا المهم مع صحابك ولا شي حاجه، ملي غتكون عند الطوموبيل غتمشي من الخدمه غادي تضرب شي دوره في شي بلاصه اخرى غادير شحال من حاجه. هادشي كنا كنقولو حتى حنايا، ولكن ملي فتح الطوموبيل في يدينا ولينا كنديرو بزاف ديال الاشياء، ملي في الاخر كتخرج كتلقى 120-140 كيلومتر في النهار كتضربها هكاك، يعني ملي كتجي كتحسب كتلقى ضربت واحد الكيلومتراج كبير في واحد المده قصيره. اذا الا شريتي طوموبيل فيها الكيلومتراج ديجا كبير واخا ضرب الحسابات ديالك تاعيا ديما زيد واحد 20000 30000 كيلومتر هكاك على حساب ما عرفتش شنو ترى. اش اللي غنقول بالنسبه للكونسوماسيون صراحه الطوب، الجولف 6 طوب ديال الطوب ديال الطوب في الكونسوماسيون ديالها، واخا الطوب يعني بالنسبه للقوه اللي فيها، بالنسبه للوزن، بالنسبه للفخامه ديالها، بالنسبه لكل شيء، يعني ما نقارنش طبعا مع الداسيا، الداسيا اقل او الرونو. السي عبد الكريم خويا انا ما ك...
اه انا ما كان دي بلاصات بزاف الويكاند، الويكاند الكونجي باش نصحني مازوت او ايسانس شنو ممكن ناخد في حدود 4 مليون. اه وي بحال دابا هضرت عليها ما كان دي بلاصات بزاف من الويكاند، الويكاند نضمن لك انا قبل غتشري الطوموبيل غادي تولي تدي بلاصه وغتقول حسام قالها، غادي تولي تدي بلاصه بزاف، غتولي كيبانوا لك خرجات، غادي يطيحوا لك يعني بحال قلتي اشياء اللي ما كنتيش كتزعم تمشي ليهم لان ما كانش عندك، بحال قلتي كنتي خايف من الترونسبور او لا بحال قلتي الترونسبور كيعكزك دابا ما غتبقاش تعكز، يعني بحال شي واحد طرات لي شي حاجه غتمشي بالزربه تمشي شي عرس كنتي ما غتمشيش ليه واخا ما كتولي تمشي ليه، يعني كل شيء غتمشي يعني بحال قلتي يعني خذ هادشي بعين الاعتبار فهمتي، ما تقولش لا راه غنهزها الويكاند الويكاند، ما عدا في واحد الحاله ومع ذلك واخا تكون عندك طوموبيل ديال الخدمه حيت عمرك تقول لا عندي طوموبيل ديال الخدمه طوموبيل ثاني غنهزها من الويكاند الويكاند، مع ذلك كاين بزاف ديال الناس اللي كيضربوا الكيلومترات في الويكاند اكثر ما كيضربوه الناس اخرين في السيمانه كامله مهما ان الخدمه عندهم بعيده بزاف. اش تاخذ 4 المليون؟ 4 المليون صراحه ماشي ثمن كبير باش تاخذ شي حاجه زوينه بزاف في الديزل، من غير رونو 19 صراحه هي احسن طوموبيل ممكن تاخذ ب 4 المليون، او لا كورف جوج تكون تيربو موتور تيربو، الموتور تيربو ما يخلعكش تحت منه اللي كونسوماسيون كيخسر، لا غدا موتور تيربو دير زيت زوينه ما تخاف والو، الجهد شرا طلاعي كما كان طريق دوز، حتى 19 خدها تيربو راه هي المطلوبه، 19 حاول تاخذها في اللون الاحمر او داك الكرونو ديال 19 اللي معروف بها بزاف ستوريا هذاك هي اللي مطلوبه، وتكون الديوانه طالعه شويه ما تهمكش العمر ديال ديزنا بالضبط شحال هو، انما الديوانه تكون على الاقل على الاقل على الاقل 2006 يعني ما بين 2006 و2010 2004 2005 حتى هما مزيانين شويه، ولكن بحال قلتي باغا تبي تبيع غادي تقلع عندك شويه. بالنسبه للايسانس لا ايسانس كاين بحال قلتي هوندا جاز هوندا سيفيك بي ام دبليو 316 بحال قلتي ما كضربش ليهم دراج بزاف، هادو تقريبا كياكلوا بحال ديك ما بين الا كنتي برا المدينه 65 درهم وكنتي وسط المدينه كياكلوا تقريبا ديك ماكسيموم يعني ما كتعرفش السوق والجبال والزحام يعني كلشي تلاقى عليك يوصلوا 100 درهم، ما كندويش بالاثمنه ديال المازوت ديال دابا ما كنبنيش فاش نقول حاجه بالدرهم ما كنبنيش على الاثمنه ديال المازوت دابا، لان الاثمنه ما عرفناش هاد الاثمنه واش غادي يبقى ولا ما غاديش يبقى، وكل واحد اش كيقول كندوي على الاثمنه قبل من ما تكون ما يكون هاد المشاكل اللي كاينين دابا. كنعاود نذكركم عاوتاني باش ديروا لايك وبارطاجيو هاد اللايف هذا الماكسيموم. وي صافي تقريبا هذا هو اللي نقول لك انايا، هوندا جاز هون في ليسانس وهوندا سيفيك وبي ام 316 هادو حيت اقتصاديين بزاف و تريفيابل، البي ام اللي بغيتي شي حاجه سبورتيف. نشوفو شي سؤال اخر، باغي نشري السي محمد صادق باغي نشري سياره جديده اقتصاديه ممكن نصيحه؟ سياره جديده اقتصاديه ما عرفناش المهم الثمن اللي عندك بالضبط، يعني المهم باغي طوموبيل دبل في يعني انت غتخرج انت الاول من لا ميزون، احسن طوموبيل كاينه دابا بالنسبه للثمن والاقتصاد وكل شيء هادشي مجموع هو الداسيا. الداسيا هي اكثر طوموبيل اقتصاديه في البياس في الكونسوماسيون في الوراق في كل شيء ديالها اقتصادي، ومزيانه عمليه راه اثبتت النجاح ديالها، راه ما قال لك الناس ما عيبوا لك فيها، طوموبيل واعره وما عند حد ما يقول. من بعد كاينه بوجو بحال 208 باش حاجه مجموعه او لا تمشي قال 308 بوجو 308 اللي عندك كيما ديك 18 19 20 مليون، رونو ميغان 4 كليو 4 ممكن تمشي كليو 4 لك كتفضل كليو 4 بزاف. شنو اخرى عاوتاني ممكن هيونداي اكسنت جديده حتى هي زوينه بزاف ما اقتصاديه الصراحه بزاف بحال، ولكن ما كاينش داك الفرق حيت دابا المازوت اللي كاين دابايا يعني السيارات المازوت ديزل اللي كاين دابا ولا المازوت اللي كاينين دابا اقتصاديين اصلا بزاف، رغم مهما يعني بحال قلتي هذاك الوزن ديالهم او لا بحال قلتي الايروديناميك ديالهم اللي كيخليهم، او حتى نوع الموتور يعني واش كبير بحال كيما 1.6 راه ماشي 1.5 هذا اللي كيخليهم انه يكون بحال قلتي الكونسوماسيون ديالهم مزيده شويه، ولكن بحال قلتي اقتصاديين دابا كلهم قليل فين كيفوتوا 50 درهم في 100 كيلومتر، طبعا كندوي بالاثمنه القديمه بحال 9 درهم فاصله 50 تقريبا اللي كانوا 9 درهم فاصله 40 اللي كان المازوت ما كيفوتش ديك 50 درهم ولا بحال نقولوا 5 لتر في 100 كيلومتر حتى بحال ماكسيموم، ماشي بحال قلتي الماكسيموم على الماكسيموم كاين اللي كيفوت حيت راه السوق عندي كيلعب دور كبير، ديما كنت كنهضر على الكونسوماسيون كنهضر على السوق عندي راه السوق عندي كلشي. نشوف سؤال اخر، ممكن معلومات على فورد فيستا 2018 السياسي العلوي، فورد فيستا 2018 طوموبيل واعره غير توكل على الله قلبها شوف شحال تكون ترند بليس ولا تيتانيوم يكون الافضل، الا كانت التوبسيون كنت هي من الافضل، الخاويه كاع ما تاخذهاش او لونتخيط كاع نقول حنا الخاويه طبعا.
ما تاخذهاش، خد شي حاجه تكون شويه عامره باش تشد الثمن ديالها وما تكونش ضاربه الكيلومترات بزاف. 2018 خسرها ماكسيموم، ماكسيموم ديالها تكون ضاربه 60,000 كيلومتر ماكسيموم، يعني شي واحد نيت كيضرب الطريق تكون ضاربه 60,000 كيلومتر باش تكون مزيانه ليك انت، ماشي انا غتخسر ولا شي حاجه، ما تخسرش بلي غادي تبيع، حيت انت تقدر ضربت انت واحد 60,000 في عامين اخرى راه هي 120. شوف سؤال اخر عاوتاني. سي مصطفى حليم، السلام عليكم، الله يخليك، فيات فيورينو، بالنسبة لفيات فيورينو صراحة طوموبيل شوي المهم زوينة هي صراحة، ماشي ما زوينش ولكن ما كتجينيش كبيرة يعني بالنسبة للخدمة ديالها اللي كدير. كنظن الا كان بحال قلتي خدمتك صغيره وهي ماشي عائليه صراحه في نظري انا نهائيا، مش ديال العائله هي ديال الباجاج، لان هي ملي كتكون خاويه ولا زاير ناس كتكون خفيفه بزاف، كتكون دغيا كتقلب، ماشي دغيا كتقلب، ما كتكون شي صعيبه في القياده ديالها وكتخلع شي في القياده ديالها. من الاحسن انه بحال قلتي يعني غير الباجاج اللي كتر حيت وقت ما كتقل عليها، وقت ما كتشد في الارض مزيان، وقت ما كتكون زوينه وخدامه مزيان، هي ايكونوميك ولكن كنفضل انا الداسيا او لا رونو كونغو او لا بارتنر عليها بزاف، ولا بحال بيرلينغو كمثال كنفضلو بزاف. علاش؟ حيت كبار بزاف، تقريبا نفس الكونسوماسيون، نفس الاوراق، وبياس رخيص عليهم. يعني الداسيا لو بوجو والرونو رخيص على الفيات. طبعا اللي بتشوف بحال كمثال الاثمنه ديال الداسيا دوكر راه تنظن كاينه دابا بروموسيون، دخل لموتور بو ايما ودخل جهة الجديد راه غادي تلقى تمايا سميتو الاثمنه ديال الداسيا، وراه غادي تقارنهم، راه قريبين بزاف الاثمنه ديال فيات فيورينو. فيورينو زائد انا التكنولوجيا ديال فيات فيورينو شويه قديمه شويه مقارنه بالداسيا. شو سؤال اخر. سي ابدال اندر ابدال، خويا شحال مره وانا نحط لكم السؤال ما تتجاوبونيش، شحال من لايف خويا ما كنجاوبكش لان الاسئله كثر، راه تشوف بعينيك انت ملي كتكتب السؤال راه تو تسويت كيطلع الفوق بالزربه، صعيب شويه انا كتجاوب على الاسئله. داك اش ديما كنقول لكم دخلوا للمنتدى، راه حيت المنتدى راه ممكن نجاوبك على السؤال وتعاود تسول عاوتاني بحال ما فهمتش الاجابه ديالي. بحال دابا الا جاوبتك انا دابا هنا وبتعاود تطرح عاوتاني السؤال ولا بيطرح التكميله راه صعيب شويه، فهمتي؟ اللهم ادخل للمنتدى ديال موتور بو اي ما غيكون افضل بزاف. علاش؟ انا غادي تكتب السؤال وغنعاود نجاوبك، وغنعاود تكتب السؤال غنعاود نجاوبك، وماشي غير انا، ناس اخرين، اراء اخرين، الناس اللي عندهم طوموبيل نيت، يعني تسمع بزاف ديال الملاحظات، يقدر شي واحد يقول شي ملاحظه يقول لك راه كتعطي الطوموبيل وفيها واحد المشكل هنا ولا مشكل هنا مشكل هنا. يعني كاش كنقول لك ديما دخل، او لكلكم يعني كنقول لكم ديما دخلوا المنتدى ديال موتور بو اي ما، حطوا اسئله ديالكم، حطوا بالديتاي تمايا، وحتى الا كانت شي حاجه ناقصه راه كنعاود نسولك، حيت ما تيقول لي انا بغيت الثمن ديال مرسيدس 2014 اش مرسيدس واخا هي كاع 220 كيلومتر، اش من عام، شحال ضربهم كيلومتراج، اوتوماتيك ولا مانيول، واش طوبسيون، شويه جلد هنا، واش ليكرون كطلع الفوق، يعني بحال هادشي كنعاود نسول، بغيت عاود تكتبو ما غاش يعاود يبان. انما الا كان السؤال ديالك واضح طبعا هنايا راه غنجاوبو، الا شفتو توا راه غنجاوبو، انما في المنتدى تيكون افضل تما، لانه كيما قلت لك كاين بزاف ديال الناس، وتما غنعاود نسولك ونسولك، وحتى الا كان شي حاجه معقده نقدر ندير واحد الروشيرش بسيط ونتسنى واحد شويه ونعاود نجاوبك عاوتاني. واخا سيدي سي عبد الله سمح لنا المهم بزاف. في نظرك 20 مليون الطوموبيل الجديده ب 20 مليون سات ابيزا واوبل استرا. واخا اوبل استرا ولا اوبل كورسا، المهم ب 20 مليون، ب 20 مليون الى احسن طوموبيل تاخذها ب 20 مليون في نظري انايا. سات ابيزا صراحه الطوموبيل اللي واعره كتعجبني انا بزاف، خصوصا الاخرانيين اللي خرجوا، موتور واعر، موتور ديال تي دي اي 1.6، موتور توب الله يعمرها دار، فيابل تري فيابل، ايكونوميك، بيس دو موجود، لانه ماشي موتور اللي جديد، يعني بحال اللي قلتي راه كاين تقريبا من 2009 ولا 2010 هو كاين، يعني تطوروا فيه تطوروا فيه، يعني كاع الاخطاء اللي حتى ما لاحظناهمش هنا او لا كان تيضرب شي مسافه كبيره يعني صححوهم، ردوا اكثر ايكونوميك من الموديلات القدم. صراحه موتور واعر. ديك كاش كنفضل سيت ابيزا، يعني الا كنتي محتاج الحجم الصغير يعني ما عندكش مشكل في الكوفر والضيق ديال الكراسه اللورانيين، من الاحسن انك تاخذ سيت ابيزا. كنتي محتاج شي حاجه كبيره ب 20 مليون كنفضل انا كتاخذ بحال رونو ميغان 4، هي احسن طوموبيل ممكن تاخذ داك الثمن، خصوصا كاين البروموسيون 20 مليون ممكن تجيب لك شي موديل كبير، او حتى كاين كيا سيراتو. كيا سيراتو عطاني طوموبيل الله بانت جديده، هي خاص كانت موديلات القدام ديالها، ولكن يعني الفيرسون الاخرانيه الله بانت هذا العام هذا. صراحه الطوموبيل واعره بزاف، كبيره، فيها لي زوبسيون زوينين، حتى هي فيها بروموسيون،
عندك هي طنوب الواعره بزاف. كنعاود نذكركم عاوتاني انكم باش تبارطاجيو وديروا لايك، وكنعاود نذكركم عاوتاني باش انكم تخليو الاسئله ديالكم في المنتدى، الناس اللي ما كنجاوبهمش اولا ما قدرش نجاوبهم سميتو يديروا حطوا الاسئله ديالهم في المنتدى، يكون من الاحسن لان غنجاوبك تما بديتاي اكثر. سيزيد بري فوكس اوتوبسيون 2016 ضربه 60000 كيلومتر، فوكس اوتوبسيون يعني فيرسيون تيتانيوم، تيتانيوم 2016 ضربه 60000 كيلومتر، تقريبا 14 مليون. الا كان تقلب 14 مليون راه مزيان، كانت كثر من 14 مليون حتى 14 ونص كاع راه قاسها شويه. وكنظن الا تسنتي شويه تفات هادشي ديال كورونا راه غادي الثمن شويه راه غادي ينقص في السوق، يقدر يعلى واحد شويه ولكن عاوتاني راه غادي يعاود يطيح عاوتاني. يمكن لك تدخل كميه هذه المعلومات هذو بحال في الموتور بوين، يمكن تدخل هذه المعلومات بالضبط ويطلع لك الطومبيل اللي ندير بحال كميه غادي دير فورد فوكس 2016 60000 كيلومتر، ما بين 60 ما بين 50000 وكميه دير 80000 كيلومتر، وغادي يعطيك بالضبط بحال قلتي يعطيك كاع لك فورد فوكس اللي كاينين تمايا. ومن بعد قلب واش تيتانيوم والسبور وهضر مع الناس وشوف اشنو كاين، راه كاين اثمنه تما مزيانين. سي الكسندر ما هون خويا شيفرولي كروز ديزل واش تنصحني بها؟ شيفرولي كروز، شيفرولي كروز طون دابا حبسات ما بقاش كتخرج في المغرب، بياس بالثقل ديالها تيقلال يعني بحال قلتي ما عدا في لافيراي الا كان شي حاجه اكسيدونتي ولا شي حاجه. صحاب البياس في المدن الصغرى ما تنضرش بقاو تيجيبوا البياس ديالو، كاين في كازا باقي البياس ديالها موجود ما كاينش فيه مشكل. الديفو ديالها في نظري انايا من غير انا طوموبيل واعره الصراحه كتعجبني بزاف حتى في الديزاين ديالها، يعني داكشي تعجبني كاع داكشي الامريكان تعجبني انا بزاف والديزاين ديالها زوين. الديفو ديالها هو الكونسوماسيون شويه طالعه، هو موضوع فري قوي 150 شوفو ولكن الكونسوماسيون شويه طالعه 7 ونص 8 يعني الكونسوماسيون ديال 4 4 ماشي الكونسوماسيون ديال الطوموبيل صغار. هذا هو الديفو ديالها هو الكونسوماسيون. سؤال اخر جمال بغيت نعرف الكونسوماسيون ديال هيونداي اكس 35 1.7. الكونسوماسيون ديالها على حسب التجربه ديالي انايا ما بين 5 ونص حتى 7 ونص، 7 ونص يعني في الحافل المدينه او في الجبال او متقل عليها بزاف. 5 ونص فاش هاد الطريق عاديه واخا فاش تطلعي ولا شي حاجه في الضوب العادي يعني كتقدر توصل لكاع 120 130 وتعاود ترجع عاوتاني ل 100 كمثال 90 بحال هكا كتقول لك 5 ونص تقريبا. سؤال اخر سياسين باش تنصحني 7 مليون تكون اقتصاديه في الوراق والكونسوماسيون 7 مليون. اول طوموبيل اقتصاديه رونو ميغان جوج، رونو ميغان جوج طوموبيل واعره بزاف. شوف سمح لي شوف رونو ميغان جوج موديل 2006 2008 اي سوا كلاسيك يعني الا بغيتو كوف كبير اولا الا بغيتي صغيره كاسكيطه راه واعره بياس رخيص اقتصادي بزاف، من اكثر الطوموبيلات اقتصاديين في المدينه ولا برا المدينه خصوصا في المدينه، المدينه اقتصاديين بزاف. شنو اخر عاوتاني ممكن طبعا الداسي سانديرو الا بغيتي شي حاجه كتشد الثمن ديالها بوجو 308 ممكن تلقى بوجو 308 ممكن تلقى بوجو 307 توبسيون 2007 او لا رونو كليو 3 الا بغيتي شي حاجه صغيره وسهله في المدينه سهله في باركينغ وزوينه في السوق ديالها كليو 3 واعره صراحه. وغتلقى شي 700 تلقى شي حاجه يعني عامره تقريبا لي زوبسيون فيها كليما فيها كلشي. مستر ميار امين سلام خويا سيتروين سي 4 كاكتوس اوتوماتيك نوفو نصيحه سيل فو بلي. سي 4 كاكتوس وي صراحه طوموبيل زوينه، الديزاين ديالها من برا المهم زوين من الداخل واعر، انا كتعجبني الداخل ديالها على برا ديالها، برا ديالها برا ديالها تجيني في شكل هي بحال بغات تولي 4 4 وماشي 4 4 شويه في شكل داكشي علاش. اللي زوين فيها هو انها عاليه شويه في الارض، وكنظن انا دابا لو تسنى واحد شويه راه غايبان واحد الفيرسيون اخرى جديدة ديالها. ما عدا الا عجبتك انت بزاف وعجبتك هادي سير لا ميزون دير لها تيست وشوف ولا زوينه. المشاكل ما فيهاش مشاكل بزاف، ما فيهاش يعني مشاكل بزاف، اغلبيه الناس اللي عندهم هنا في المغرب بالضبط ما تيتشكاوش منها، كيتشكاو من الناس اللي كيضربوا المسافات كبار بزاف على الكونفور ديالها شي نقص مقارنه بالسميه ديال سيتروين. سيتروين اوتوماتيك مو كونفور هذوك الناس شويه تيديروا. كنعاود ننصحكم عاوتاني انكم تمشيو تدخلوا للسيت موتور بوين وتحطوا الاسئله ديالكم عاوتاني فيه، وانكم تبارطاجيو هذا اللايف الماكسيمو وديروا لايك. ونشوفوا سؤال اخر عاوتاني السي عبد القادر الفا روميو سيلفيو. الفا روميو سيلفيو توب من احسن الطوموبيلات عندي
هي الفا روميو ستيلفيو. علاش؟ لان موت على القياده ديما كتعني، كنقول هذه القضيه ديالنا الناس اللي متابعيني من القديم كيعرفوني بانك الحماق على الطوموبيلات اللي كيكون متعه القياده، حيت انا باغي تسوق من نقطه ا لبي، علاش ما تمتعش؟ علاش غنمشي انا نبقى غادي؟ لا، خصني نتمتع، واخا تكون الطريقه مسرحه فيها فيراج شويه شويه. ما كاش كيعجبني بحال كمثال الفا روميو، كتعجبني بي ام، كتعجبني اودي، مازدا، السياط. الطوموبيلات هادو كيعجبوني ماشي حيت فيها بال ولا حيت واعرين ولا حيت فيهم متعه القياده. فورد حتى هي كذلك. يعني بحال قلتي، اي حاجه فيها متعه القياده انا ديما كنحاز ليها. يعني انا بحال قلتي، واخا نبغي نمشي نخرج للحانوت لتحت ولا لاي حاجه بسيطه بسيطه، خصني بحال قلتي نتمتع بهذيك الطوموبيل ديالي. ما غاشري طوموبيل بالملايين، حيت دابا اي طوموبيل كيما بغات تكون تيمشي واش جوج مليون ولا بمليون، ولا حتى بحال مثلا الفا سيلفيو يعني بحال قلتي وصلت تقريبا 50 ولا 55 مليون، علاش ما نتمتعش؟ الفا روميو ستيلفيو صراحه من الطوموبيلات اللي ممتعين بزاف 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 بزاف، واعرين لدرجه انك كتنسى كاع واش راك في كات كات كبيره وكثر كاع. صراحه طوموبيل واعر ركبت فيها انا بعدا شخصيا، خلاتني ما غنساهاش، واصلا يعني صراحه كون كان عندي الثمن ديالها ما غنزقلهاش، سواء في الديزل سواء في الاساس. ولكن ديما كاين ولكن، طبعا للاسف الشديد السيلفيو ماشي فيها بال 100% للاسف الشديد، تقريبا واحد كاين فيها مشاكل الكترونيك بحال اغلبيه اللي كتشوف في الشارع. شي مره كتلقى شي واحد ديك الليد ديالهم مشى ليهم من بلاصتو، يعني ديك البلاط ديال الليد اللي كيكونوا برا، كتلقى مطفى، الزاج كيتعكس، ليكرون كتبلونطا، بحال هاد المشاكل هادي. الصوت شي مرات كيتزاد بوحدو، الفولون تا هو تيتبلوكا مره مره، ماشي كيتبلوكا كيدير هيك كيتقال بحال كيتقطع فيه الضو. كاين مشاكل الكترونيك ماشي عند جميع الناس، لا برا المغرب لا خارج المغرب، حيت متبعه في المنتدى بزاف. ولكن كيطرا هاد المشاكل. كاين عندو واحد الدري كنعرفو سميتو الصديق ديالي، وهو مقاول وكيضرب بها الطريق بزاف، يعني بحال قلتي كيسافر بها، مكدورش في المدينة، يعني بحال قلتي من المدينة لمدينة لمدينة وكيضربها، كما عمرو طرا ليه شي بروبليم. معندوش تقريبا ضرب بها شي 60,000 كيلومتر وقيلا في عام واحد ولا شي حاجه بحال هكا، ما طرا ليه حتى شي بروبليم نهائيا. وكاين واحد السيد اخر لا، كان تاو طرا ليه بروبليم، اشنو كان طرا ليه بروبليم؟ هو هادي الضو، الضو ديال القدام مره مره كيطفى ليه فقط، هذا هو البروبليم الوحيد اللي كاين فيها. نشوفوا سؤال اخر عاوتاني. سيونس عفاك، ياريس 2016 اسانس ضربه 30,000، شحال يمكن ناخذها؟ تويوتا ياريس 2016، تويوتا ياريس 2016 صراحه ما عنديش فكره بالضبط على الثمن ديالها، ما نكذبش عليك، حيت الطوموبيلات ديال ليسانس دغيا كيطيحوا شي مرات في الثمن عاوتاني، وعلى حساب لي زوبسيون اللي فيهم. نقدرش نقول لك، غنشوف دابا ونمشي نقول لك. تويوتا ياريس طبعا داخل الموتور بايمو، تويوتا ياريس. المهم تويوتا ياريس اونجينا طوموبيل اللي هي فيابل بزاف واعرة، ما فيهاش المشاكل. تتبع كلمة تويوتا كتعرف بأن الفيابيليتي طبعا طوب. طاوي ليلة تعبنا شوية مقارنة بالليسانس، يعني يقولوا ما بين 8 مليون و 9.5 على حساب لي زوبسيون. صراحة كاينين دايرة الثمن شوية كيما قلت لكم، ما بين بحال قلتي على حساب ما بين 8 مليون أو 8 مليون حتى 9.5 للموديل 2016. هذه طبعا ما ضرباش الكيلومتر راجع عندك بزاف، يعني غادي تكون شوية الثمن ديالها طالع. المهم اون جينيرال طونوبيل واعرة، ما غاديش تندم عليها، طوموبيل رائعه جدا. الثمن صراحه ما عنديش انا، قلت لك الثمن تقريبي دابا فقط، ما عنديش الثمن عليها بزاف. سي خليف، سلام خويا، تيغوان 2017 فيرسيون 1.6، تيغوان 2017 يعني طبعا 1.6 يعني انها ديواني، لان 1.6 ما كايناش في المغرب، ما كتباعش، ما تخرجش دوبل في المغرب. طبعا الموطور ديال جولف 7 105 شوفو، صراحة الطوموبيل طوب الله يعمرها دار. تيكون خاصة غنية عن التعريف، 1.6 ديالها موتور زوين، ما عدا إلا كان عندك الجبال أولا الطريق طويلة بزاف أولا كتهز الباكاج بزاف، يعني بحال كنتي كتهز 5 بلاص توجور تقول شوية داكشي، داك الموتور مع المدة غادا يعيا، وحتى غتحس بالدوبلة ديالو تقيل في الطريق، تقيلة شحال من حاجة تقيلة. من الأفضل لو لقيتي تاخد تيغوان 2.0، أو لا خود هيونداي كمثال توكسون،
يلا توكسون 1.7 زوين، حسن 1.6 ديال التيكوان في التيكوان 1.6 طبعا الموتور واعر. كنعاود نذكركم بارطاجيو اللايف الماكسيموم، بارطاجيو اللايف الماكسيموم وديروا لايك طبعا باش يوصل بزاف ديال الناس ونجاوبوا بزاف ديال الناس، نحاولوا نجاوبوا الماكسيموم ديال الناس. السلام، اشي شويه السؤال سي شعيب. لا ما اعتقد، اسمح لي هذا ما كنت نتقسميك مزيان. اوبيد سي اوبيد، سلام فوتر افي بوجو 508 1.6 اش دي اي اني 2012. 508 508 طوموبيل زوينه بزاف، كونفور كبيره بزاف واسعه صراحه، الله عمرها دار ما فيهاش مشاكل بزاف. كاين شي وحدين كيعانيو من مشكل ديال السخونيه، ولكن هي من السائقين خصوصا في الموتور 2.0. سمعت انا تقريبا جوج اللي سمعت يعني في المنتديات والفورومات ما كاينينش ما تلقاش هذا المشكل هذا، ولكن جوج اللي حضرت لهم شخصيا فيهم هذا المشكل هذا وكانوا بجوج اوتوماتيك، ولكن يعني واش معروف عليها ولا شي حاجه لا ما معروفش عليها. 1.6 ما فيه حتى شي مشكل، الموتور معروف بزاف، ورغم يبان لك الطوموبيل الحجم ديالها كبير راه كيفاش ديك الطاقه كتنتقل للرويضه، راه هو فاش كاين بحال هكا كيفاش كاين تما، المهم كيفاش كتنتقل الطاقه الرويضه هو اللي كيخلي هذيك الطوموبيل تحرك وكيخلي هذا الموتور انه يقد عليها. يعني راه ما يبان لي ما تقولش لا 1.6 الطوموبيل كبيره بزاف راه حدا ما يقدرش عليها ولا شي حاجه، ما عدا كما تنقول دائما الا كتقل عليها بزاف، يعني بحال قلت تهز عليها تقول بزاف، تقول بالنسبه ليها هي ما كنضش كاين شي تقول كبير بزاف بحال قلت تهز تانك بلاص دائما ولا شي حاجه بحال هكا، عاد كتهز الباكاج بزاف، يعني بحال قلت كوفر كتعمر بشي تقل اللي قريب للوزن الانسان، يعني كتهز شي حاجه فيها 70 كيلو 80 كيلو خناشي سيكان كبار شي حاجه كيأثر عليهم شويه. شوف سؤال اخر تاني مع السيمو، السيمو كاب ستيبوي 2018 شحال ساويه اخويا؟ ستيبوي 2018 شادين الثمن شويه، كاين السعود عطيني حساب اسم ستيبوي عطيني فيه، كاين فيهم جوج فيرسيونات، كاين ستيبوي نص عمره كاين ستيبوي توت اوبسيون بريستيج، كاين السعود كاين 10 المليون، كاين شي وحدين كاع تيطلبوا فيهم 11، ولكن طبعا 11 شويه قاصحه بزاف. انا كنظن الا لقيت شي وحده ب 10 9 ونص يكون بالافضل، او حتى 9 المليون يكون بالافضل. سي خالد من فضلك جي ال سي مرسيدس جي ال سي 2017 ديوانه طوموبيل توب، توكل على الله طوموبيل نتاعي من احسن الطوموبيلات عندي انا وكنفضلهم، خصوصا جي ال سي كوب تجيني انا الديزاين ديالها رائع بزاف، زوينه في الشكل الداخل حتى هو صراحه حتى الداخل واعر ديالها بزاف، الداخل كاع ديال مرسيدس تقريبا جداد وداكشي كلهم واعرين والمهم طوب. 250 صراحه واعر كاع من 220 موتور قوا كتحس بالطوموبيل، يعني غادا مع في الطريق مزيان كتستجب مزيان للطريق كتزز بكل شيء صراحه، طوموبيل رائعه جدا. غير توكل على الله خد خصان ديوانه غير خد. السي حسام واحد سميتو السي حسام تاع هو مصرفين وجام كليميو اكسنت 2015 او بيان ميغان 3 2012 ستيل تو بلي، هو صعيب شويه السي حسام نقارنو بين اكسنت 2015 وميغان لانه ماشي بحال بحال، مثلا قلتي في ليونس حيت في ليونس هي اللي كتشبه الاكسنت يعني نفس الديزاين داكشي، وهي في الداخل ديالها راه ميغان نيت. المهم اون جينيرال الا محتاج الاسباس خذ اكسنت، ما كنتيش محتاج الاسباس وبغيت شي حاجه سهله في البلاصاج بحال قلتي يعني المهم دغيا تبلاصيها سهله في الدوبلاج سهله في كل شيء خذ ميغان 3، ميغان 3 واعره صراحه، وما تاخذش ميغان في 3 ما تاخذش حاجه وصل 180 الف كيلومتر ولا شي حاجه، خذ ماكسيموم 150 160 كاع ماكسيموم. سي عمر السلام خويا، شوا ام سيات اتيكا سكودا كاروك بوجو 3008. شنو نقول لك صراحه ثلاثه بهم طوموبيلات واعرين، ثلاثه صراحه طوموبيلات واعرين ثلاثه بهم كيعجبوني انا بزاف، خصوصا بوجو 3008 كتعجبني انا الديزاين ديالها واعر من برا وواعر من الداخل، يعني كتحس براسك ملي راكب طوموبيل نورمال بحال قلتي داكشي اللي كيعجبني في الطوموبيلات، يعني بحال قلتي يونيك شويه في الركبه ديالها كلشي داكشي ديالها، رغم انها من برا كتبان كتقطع عاديه وداكشي. بالنسبه لسيات اتيكا زوينه حيت سبور شاده شاف الطريق اكثر منهم كدور فيراج، بالنسبه لسي سكودا كاروك حتى هي زوينه صراحه زوينه. المهم انا كنفضل شخصيا الا كان عندي الاختيار بين الثلاثه هذه غناخذ سيات اتيكا،
صراحة بوجود 3 كتجربة. المهم صراحة المهم واعر صراحة ما نكذبش عليك، إذا كنت تخدم دبل في دير لهم تيست درايف كما قلت لك، كاين واحد الابليكاسيون كنقادوها باقي ما طلقناهاش دابا، ولكن قريبا قريبا بزاف غادي نقادوها ديال تيست درايف، وغايجيبوا لك الطوموبيل حتى لعندك باش دير لها التيست، يا سوا في الدار سوا في الخدمة ديالك أو لا فين ما كنتي، يجيبوها حتى لعندك ودير لها التيست. وانت بغيتي تشريها غادي توكل على الله، ما بغيتيش تشريها ماشي مشكل، ماشي ضروري خصك تشريها إجباري، وجربهم بثلاثة وغادي تعرف. السياتو سكودا خسر فيه نفس الموتور نفس كل شيء تقريبا نفس البياس، بالنسبة لبوجي حالة أخرى، بوجو بس زوينة عليهم شوية اقتصادية عليهم، والبياس ديالها رخيص شوية عليهم. كان عاود نذكركم عاوتاني باش ديروا بارطاج، لايك 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 عاوتاني، وبارطاجيو اللايك الماكسيموم باش يوصل بزاف ديال الناس. نشوفوا سؤال آخر عاوتاني. ليلى ولا ليليا لي المهم ما عرفتش السميه بالضبط، ليليا زيداني، جولف سات يو اس اي 2018 كيلومتر 35 35 الف كيلومتر اللي ضاربه ياك ابويا هذا السؤال. طول العمر هذا فيرسيون يو اس اي فيرسيون واعره بزاف، ماشي زعما شي حاجه عيانه ولا شي حاجه صيفطوها لنا من يو اس اي حيت عيانه ولا شي حاجه، لا فقط غير حيت في اليو اس اي ما وافقتش دوك بحال قلتي ديك المعايير ديال البيئه ديالهم همايا، حيت دابا الامريكان عندها معايير ديال البيئه ديالها بوحدها، اوروبا عندها معايير ديال البيئه ديالها بوحدها، واسيا عندها ديالها بوحدها، وكل دو كل دابا الشركات اللي كيصنعوا شي وحده كيديروا دوك معايير ديال البيئه، عشان مع معايير ديال البيئه هما باش ما يخليوش الانبعاثات يكونوا كثار بزاف، ماشي الكاليتي ماشي شي حاجه اخرى، فقط الانبعاثات. دابا هما الامريكان قالت لهم انا بغيت يكون انبعاثات رقم كذا 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 كذا، ما ديروش الطوموبيل. والفولكس فاجن ديك الساعات كانوا داروا الخواض معاهم ومنعوهم من عود الطلبات كاملين منهم ما يدخلوش، لانهم فايتين داك الانبعاث، المشكله ان فايت الانبعاث بواحد شويه بسيط، ولكن المهم الدوله حيت حازمه طبعا دارت داكشي. والستوك فين جابوه؟ جابوه للمغرب، وبالعكس مزيان اللي جابوه للمغرب، لان جابونا الجولف سات وجابونا حتى الجيطا، الجيطا جابوا فيها اوبسيونات واعرين، والجولف سات جابوا فيها اوبسيون واعرين، وكالتها طبعا ديال امريكا كالتي واعره. صراحه طلب الله عمرها دار، غير توكل على الله او لا توكل على الله، حيت ما عرفتش نقرا السميه ما عرفتش اش دري ولا دري. ما اسمح لي. سؤال اخر. سي الجوهراتي السلام، عفاك عندي 289 في لوبسيون، بغيت نبدلها البي جي ديالي 13، شنو نقدر ناخذ؟ خاصني شي حاجه كونفورتابل حيت كنضرب الطريق، شحال تقدر تجيب لي؟ ما فهمتش، عندك عندك 208 وباغي تبيعها باش تشري 208 اخرى عاوتاني، يعني بحال قلت عندك الموديل القديم وباغي تشري الموديل الجديد. صراحه 208 الجديده واعره بزاف، انا يعني كنفضل تاخذ هاد الطوبسيون، دوك اللي ماشي طوبسيون ما كيعجبونيش من الداخل، تيبانو ناقصين شويه، ماشي بحال داكشي، ماشي بحال يعني ديك الايماج اللي كتشوف ديال 208 او اللي كتشوفهم في الشارع كيدورو. او لا خد، بغيتي شي حاجه صراحه كونفور ديال بصح، خد هيونداي اي 20، تنفضل انا هيونداي اي 20 صراحه، طوموبيل واعره بزاف الله يعمرها دار، او كونفور يعني كتميز تقلب على الضغط على الكونفور، كونفور وشي حاجه صغيره، اما بغيتي كونفور شي حاجه كبيره ممكن تاخذ هيونداي اي 20 تقريبا بادي ماشي 16 18 بحال هكا، غادي ترشي 20 بحال بزوينه، وهي واخا تاخذها خاويه شويه ماشي مشكل، ونتخيط كاع ماشي مشكل. سي جمال، جاوبنا اخويا عفاك على الجولف كات اي اودي ا 3 اس لاين 2009. جولف كات ولا طرون، المهم نهضر على جولف كات بواحد ما غتقارنش طبعا بيناتهم. جولف كات طرون بلا عمرها دار، خذ موتور 110 ولا موتور 130 ولا 150، 150 خاص طبعا زيد في الكونسوماسيون لانه دفع رباعي، واخا ماشي دائما كيدفع بربعة الرويض، ولكن ملي كيحتاج كيصيفط الدفع ديالو للرويض اللورانيين، هما ديما تيدفع بالرويض القداميين في القيادة العادية يعني السوق النورمال. المهم ولكن احسن موتور بالنسبه لي انا اللي تخي فيها هو 130 و110، كاين حتى 90، حتى 90 واعر بزاف، غير هو ناقص شويه البويسونس داكشي علاش، وال100 حتى ال100 واعر صراحه، اللي خايف فيهم هو 115، رغم ان بزاف ديال الناس كيقولوا بان 115 زوين، ولكن يعني بحال قلتي بلي كتقلب فلان باش تقلب في الانترنت والمنتديات في العالم كامل، كلشي كاغلب يعني بحال قلتي اكثر من 90% كيقولوا بان 115 هو الخايب، وفعلا بزاف ديال الناس كنعرفهم، انا راه شخصيا كانت عندي جولف كات، وكاين بزاف ديال الدراري كتعرفهم عندهم جولف كات عندهم 115، كان تيعوج لهم الكلاس بزاف وكانت تعاني من السخونيه. بالنسبه لاودي ا 3 2009 الله يعمرها دار، طوموبيل زوينه، سواء في 2.0 سواء في 1.6 او 1.9 على حسب باش من عام بالضبط، اش من شهر بالضبط هذيك 2009، حيت كانوا في 2009 كانوا ثلاثه المطار كلهم. طوموبيل زوينه الصراحه،
كنفضل هاب 2.0 لان تما فاش كتبان الاودي على حقيقته. رميلي عبد الحكيم سكودا اوكتافيا جوج جي اس دوري باسات بي 6 و بي 7. باسات حسن. سواء البي 6 ولا بي 7 باسات حسن، لان باسات اصلا زايده في الكاليتي، واصلا ماشي ما كتقارنش مع الاوكتافيا. باسات كتقارن مع سوبرب، سكودا سوبرب. سكودا سوبرب هي كبيره بزاف، اللي عندها كوفر كبير بزاف، عندها اللي يحتاج ليسباس ديال لور ملكي كبير بزاف، بحال الاس كلاس السيريسات ديال البي ام كبير بزاف. عند الكوفر تاعو كبير بزاف، وكيتحل بجوج طرق، يعني كيتحل بحال باسات نورمال، ولا كيتحل كبير عطيني بحال لاكونا، ولا بحال ديزناف، يعني كيتحل هكا حتى الجاج كيتهز معاه. هذيك هي واعره. المهم كنفضل انا باسات اكثر على سكودا اوكتافيا. اوكتافيا الطوموبيل تاعي زوينه صراحه، ماشي خايبه، نفس تقريبا نفس الموتور اللي فيهم 2.0 2.0. غير باسات الا بغيتي باسات خد شي موديل 2009 الفوق، ما تاخدش الموديلات ولا بحال قلتي باسات خاص بي 6. المهم باسات اللي زوينين اون جينيرال هما ما بين 98 و2005، وما بين 2009 و2008 2020، هما باسات اللي واعرين. 2006 2007 2008 حتى هما ما زوينينش بزاف، خصوصا في 2.0. في 1.9 راه زوين كلشي. نشوفوا سؤال اخر عاوتاني. ما تنساوش بارطاجيو اللايك لو ماكسيموم، بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم، حيت كنت تنسنى السؤال يطلع. السي عثمان فيات تيبو 1.3 95، شوفوا واش تنصحني بها موديل 2018. صراحة ننصحك بها الا كنتي كدور غير في لافيل بزاف، يعني قلي فين كتسافر، او حتى الا سافرتي ما كتهش تقول بزاف، وما كضربش المسافات الطويلة بزاف، بحال ما كتفوتش كيميتال يعني في تصافيرة واحدة، يعني بحال دابا انت كيميتال نقول ساكن في كازا وباغي تهبط لوارزات، مع المدة هذيك واحد الزيت كيبان عيان وما يصلحش في الطريق، ولكن من غير داكشي واعر صراحة. الموتور اللي واعر فيه 1.6، الموتور ديالها واعر بزاف. صافي هادشي نقدر نقول. بالنسبة لي فيها هي فيابل، ما فيهاش مشكل. المشكل ديال الفولو بان في شي وحدين ديال تيبو، ولكن ما عنديش يعني التأكيد ديالهم، سمعت انا غير سمعت ولكن ما عنديش التأكيد، حتى نتأكد ونقول لك ونعاود نقول لكم يعني في شي لايف اخر لا سولني شي واحد او لا تفكرت او لا في المنتدى. طبعا يمكن لكم تطرحوا الاسئلة ديالكم في المنتدى يا موتور با ايما باش نجاوب الناس اللي ما جاوبتهمش. صافي نتمنى اني نكون جاوبت على ماكسيموم بوسيبل في هذا اللايف هذا، وكاع الناس اللي ما جاوبتهمش يمشيو يدخلوا المنتدى ديال موتور با ايما ويطرحوا الاسئله ديالهم تمايا، ونتمنى اني نجاوبهم انا واللي زيكسبير الاخرين والناس اللي عندهم طوموبيلات وكل شيء. في امان الله، غدا ان شاء الله نفس التوقيت.